ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، تكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى وأجمل إخوات في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. إزيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما وبأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كرياتين طبيعي للشعر، حاجة كده رهيبة هيخلي شعرك تحفة. يعني الوصفة دي أنا متعلمها من جدتي ربنا يرحمها، كنا على طول دايما لازم نعملها في العيد تخلي شعرك حرير كأنك لسه كوياه، تمام؟ وبمكونات بسيطه جدا، وزي ما قلت لك بحاجات اصلا انت بترميها في الزباله وهتخلي لك شعرك تحفه. اول مكون معايا النهارده عشان ما اطولش عليكم، عشان عارفه ان انتوا وراكم عيد ومش فاضيين فيها حاجات كده بنجهزها قبل العيد. اول حاجه حبيبه قلبي دوت قمع الباميه، طبعا كلنا عارفين قمع الباميه دوت اللي هو بيبقى في راس الباميه من فوق، تمام؟ جبت القمع دوت وحطيته على كوبايه ميه وولعت عليه النار زي ما انت شايفه كده، وبعد كده رحت عصري عليه ليمونيه، تحصري عليه ليمونه وتروحي حطاه في الميه. الليمون حلو جدا يا جماعه للشعر، الناس اللي هي بتقول شعرنا بيبيض بسرعه، الليمون حلو جدا عشان بيمنع الشيب بتاع الشعر، الليمون حلو جدا بيفتح مسام او بصيلات الشعر وبينشط البصيلات، بيمنع القشره، بيعزز نمو الشعر، بيطري الشعرايه، حاجات كتير جدا كده، بس بيطريه لو انت حطيتيه مع مكون تاني حاجه دهنيه، لكن مش تحطيه هو لوحده. المهم فانا هنا حطيت كوبايه ميه مع شويه اللي هو القمع بتاع الباميه، طبعا كده خلاص كده كلكم عارفينه اللي هو احنا بنقطعه من الباميه من فوق. بكره العيد طبعا اكيد هتعملوا باميه جنب الفته وحاجات كده، فتروحوا هيشيل القمع ده عشان هنعمل بيه احلى كرياتين، تمام؟ هولع عليه لحد لما يتهري خالص، اول ما يطرى خالص هقول لكم هنعمل ايه تاني وهنحط ايه تاني. بص بقى يا نور عيني كده احنا رجعنا لكم، بدا يطرى اهوت وبدا ياخد غلوه كذا مره. هنعمل الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنحطه في الخلاط، هنضربه في الخلاط وهنرجع نقول هنحط عليه ايه تاني علشان يبقى احلى فرد. بص كده يا روح قلبي كده احنا ضربناه في الخلاط شويه، لما بص بقى قوامه عامل كده، طبعا الباميه من الحاجات اللزجه فبص هتلاقيه مطط كده مع نفسه، جميل جدا طبعا ده اقوى كرياتين طبيعي للشعر. طيب هتحطي ايه يا رشا بعد كده؟ حبيبه قلبي عاوزاكي تحطي حته دهن ليا، عارفه الدهنه بتاعت اللي احنا بنسيحها ديت، حاجه زي كده مثلا قطعه زي كده. طيب انا يا رشا ما عنديش دهن ليا رغم ان بكره العيد فما فيش اكتر من الدهن بكره، او ممكن لو انت عندك خروف لسه هتذبحيه بكره قطعي كده يقطعي حته ليا منه وهو واقف كده مش واخد باله، واعملي الحركه دي النهارده لو انت ما عندكيش دهن ليا يا روح قلبي عليكي وعلى زيت الذره. زيت الذره رهيب جدا اهوت، زيت الذره رهيب جدا للشعر. يعني انا كنت افتكر ايام ما كنت في ثانويه عامه يعني قعدت يجي سنه كده ولا حاجه ما احطش على شعري الا زيت ذره، وكان اقسم بالله رهيب، كان يعني واصل لحد ما شاء الله لحد ركبتي، تمام؟ فزيت الذره من الزيوت اللي حلوه جدا 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 للشعر. يبقى انا لو احط حته دهن ليا اسيحها واحطها هنا، لا اما احط نص كوب زي ما انا حاطه كده اهوت يا حبايب قلبي هدلقه اهو معاكم، نص كوب صغير من زيت الذره، لا اما لو انت عندك سمنه بلدي يا جمالها يا حلاوتها. السمنه البلدي للشعر يا جماعه رهيبه، حتى نعملي سيرش عنها، او لو عندك حد مثلا ساكن في ارياف ما شاء الله الناس اللي ساكنه في ارياف شعرها رهيب، يعني ما نعرفش نوصل لشعرها الصراحه، دي اغلبهم بيحط على شعرهم معلقه من السمنه، يبقى لو احط معلقه من السمنه لا اما احط زيت ذره وده اللي انا بفضله وجربته شخصيا على نفسي، او احط حته من الدهن اسيحها واحطها على الخليط دوت. طيب هديله بقى تقليبه حلوه بعد ما حطيت عليه الزيت، تمام؟ طيب انا هستخدم بقى يا رشا الخليط ده ازاي؟ انا كده حطيت الباميه مع ليمونه مع شويه زيت قمرين، طب انا هستخدم الخليط ده ازاي؟ هتروحي يا روح قلبي جايبه شعرك مقسماه فصل وتروحي حاطه عليه الحاجات الجميله ديت، وبعد كده هتروحي لابسه على شعرك كيس بلاستيك او بنيه او اي حاجه عندك وتسيبيه ساحتين، مش اقل من ساحتين يعني ساحتين وانتي طالعه، وبعد كده ادخلي قشطه فيه واخرجي بقى اتفرجي على الجمال والنعومه اللي هو فيه، هتلاقي شعرك اتنقل نقله تانيه خالص. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي لان فعلا عن تجربه جميله جدا جدا، واحنا في ليله عيد اهو لازم شعرك يبقى بكره امور كده وعسول، فجربيها وقولي لي رايك ايه. اتمنى الوصفه تكون نالت رضاكم، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، عيد سعيد عليكم كلكم. اختم الحلقه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.